انتوا النهاردة بتهزوا علاقة كبيرة اتشكلت على مدى 7 سنين. مش هنسمح لكم تلعبوا بأمن مصر، لأنه تحت قيادة حكيمة ورئيس قوي مدرك مصلحة البلد. انتوا مش خايفين على جيشكم؟ مش خايفين على ضباطكم الصغيرين ان هم يتهزوا في ان هم قياداتهم يتقال عليهم هم ناس مش كويسين؟ انتوا متعرفوش الجيش ولا ايه؟ يا ريس احنا مش مسامحين في حقك ولا في حق مصر، وزي ما جبتوا هشام عشماوي احنا عايزين محمد علي يجي بنفس الطريقة ويتحاسب. هنقف مع بلدنا ومع رئيسنا، احنا نثق في جيشنا ونثق في سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انه راجل وطني مخلص. دعمت وساندت وما زالت تدعم وتساند. إنها المحامية ليلى مقلد التي لا تتهون في الوقوف بجانب بلدها ورئيسها، وتقف الآن بكل عزم وقوة لترد على المقاول الهارب محمد علي الذي خرج في تصريحات وأطلق فيديوهات خلال الأيام القليلة الماضية الغرض منها زعزعة أمن واستقرار البلاد وتشويه سمعة الدولة المصرية وقيادتها، بغية الحصول على المال حتى لو كان ثمن بيع الضمير لأعداء الوطن من الجماعات الإرهابية التي تقف بجانبه وتسانده في حربه على الدولة المصرية التي يتخذها وسيلة لتحقيق الشهرة والمال بعدما فشل في تحقيق الشهرة والمال عن طريق الفن أو عن طريق مجال المقاولات. فبعدما أكل حق أخيها يأكل الآن حق دولة بأكملها بالإفتراء عليها. عميل خاين، إنسان عاقب أهله، سرق ورث أمه وأكل حق أولاد أخوه اليتامى. يقول لك فلوس العيال، فلوس أخوك الميت. فبعد المهزلة التي حدثت وتستمر في الحدوث، رفعت ليلى مقلد خلال صفحتها على موقع فيسبوك هاشتاج مصر أبية قوية، نثق في الجيش نثق في السيسي، موجهة رسالة إلى محمد علي قالت له فيها: محمد علي مصر كبيرة قوي عليك وعلى اللي بيمولولك. ووجهت رسالة إلى جموع المصريين قالت فيها: أي إشاعات تنزل على السوشيال ميديا ما نحاولش نخليها تنتشر، وكلنا جيش مصر وولادها. تحيا مصر بأبنائها المخلصين، تحيا مصر، تحيا مصر.